على هجوم الخطير وورا الصعب ولكن الدفاع يدخل بقوة تشافي والكرة تبقى من تشافي يرجع بالكرة مرة أخرى كرة لأوزيل الصراع قوي الله على الجرينتا ملا كرة وملا فنيات وانطلاقة المرتدات نحاها له شالها له من الحارس يقرب والكرة لرونالدو يسدد الهدف الثاني الهدف الثاني من المهول من المرعب من القناص من قاتل الحراس كريستيانو رونالدو جول 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 ديال ريال مدريد الهدف الثاني الهدف الثاني وماذا يحدث في دفاعات بلاوغرانا ماذا يحدث في 18 دقيقة أي دفاع عن أي دفاع نتكلم وبأي طريقة نفسر مش ممكن كرة العمق الكروس لونج جيرار بيكي بطيء جدا ماسكيرانو متأخر جدا والضربة والسد والتسديد في مرمى فالديز الهدف الثاني شوف كيف شلاله نحاله حتى قدامه الصاروخ متاع ماديرا يسجل ثامن أهدافه في الكلاسيكو وهدف جديد هو الثالث ليه في السوبر كوبا الهدف الثاني للمدريد وكريستيانو رونالدو يقول الكبرياء الأبيض يظهر في المواقيت الصعبة عند مواعيد الرجال هدفين لصفر للريال